وقبل أن نتابع الأخبار السياسية نتوقف مع عودة إلى أبرز عناوين نشرتنا. هيئة التنسيق النقابية تؤكد أن الإضراب المفتوح لن يتوقف ما لم تحل السلسلة على مجلس النواب، وتعد بأن يكون الأربعاء يوما عظيما. ميقاتي بعد لقائه وفد التنسيق، السلسلة ستطرح في أول جلسة حكومية في 21 من الشهر الجاري، وطلبت المزيد من الوقت لدرس الموضوع. بروز مساع لعقد جلسة نيابية عامة لطرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ورئيس الحكومة ينفي مشاركته في جلسة تمرر هذا المشروع. صالحي بعد لقائه المعلم، لا يمكننا أن نطلب من الحكومة السورية أن تضع السلاح جانبا، ولا يحق لأحد التدخل في شؤون سوريا الداخلية. مقتل عشرات الجنود من الجيش السوري والمعارضين في معارك عنيفة في الرقة شمال سوريا. والآن وقفة رياضية مع الزميلة ساندرين جبرة. مرحبا ساندرين. يعني خبر أمن بشع قبل أخبار الرياضة. الحلوة تتموه شوي. أكيد عطول بنغير أجواء مع الرياضة. تفضلي ساندرين. البداية من إسبانيا، وكلاسيكو جديد مرتقب اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو الساعة 5 بتوقيت بيروت بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن هالمرة بالدوري ضمن المرحلة 26. رح يحاول برشلونة الثائر لخسارته بنص نهائي الكأس مع ريال مدريد مساء الثلاثة عندما بيواجهه مساء اليوم بالسانتياغو برنابيو، هالمرة ضمن منافسات الدوري. ويبدو البارسا مرتاح بصدارة البطولة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد و16 عن الريال. وبيقول جوردي رورا المدرب المؤقت للفريق الكتالوني أنه الفوز على الريال الليلة وحتى التعادل رح يكون أمر إيجابي جدا بسعي فريقه للفوز بلقب الليغا، لكن طبعا مواجهة الريال دائما صعبة وخاصة بحسب رورا. ودافع المدرب عن نجم فريقه ليو ميسي البعيد عن مستواه بالفترة الأخيرة، وقال أن الفريق والجهاز الفني عنده كامل الثقة بقدراته. ومن ناحية الريال اعتبر كاكا أنه فريقه رح يخوض المباراة بكل جدية رغم صعوبة اللحاق ببرشلونة بالدوري، ومن المتوقع أنه يكون اللاعب البرازيلي دور أساسي مساء اليوم بوقت المدرب مورينيو رح يحاول يريح بعض اللاعبين الأساسيين قبل المباراة المنتظرة مع مانشستر يونايتد بالتشامبيونز ليج منتصف الأسبوع القادم. ايضا بكره القدم بدنا نشير انه مباراه مهمه جرت امبارح بايطاليا بجوله 27 من الدوري بين المتصدر يوفنتوس ووصيفه نابولي، انتهت بالتعادل 1-1 ليبقى الفارق 6 نقاط بين الفريقين. بالتنس وتحديدا بطولة دبي المفتوحة للرجال يلي بتبلغ قيمة جوائزها حوالي 1,800,000 دولار، أصبح الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول على بعد خطوة من لقبه الرابع بدبي بعد تأهله إلى المباراة النهائية امبارح على حساب الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو المصنف رابع 6-3 و7-6. هو بيواجه جوكوفيتش بالنهائي بعد ظهر اليوم التشيكي توماس بيرديتش المصنف ثالث يلي تغلب على السويسري روجي فيديرير الثاني وبطل النسخة الماضية بمجموعتين مقابل وحدة 3-6 7-6 و6-4، لا يحرم كل محبي التنس من نهائي ناري كان متوقع بين الصربي والسويسري. بالفورميلا 1 سيطر سائق لوتوس الفرنسي رومان غروجان على اليوم الثاني من التجارب الاخيره اللي عم تجرى بمدينه برشلونه قبل انطلاق الموسم الجديد، ونجح غروجان بتسجيل اسرع زمن امام البريطاني جينسون باتن سائق ماكلارين صاحب المركز الثاني، فيما اكمل باستور مالدونادو سائق ويليامز والالماني سيباستيان فيتل سائق ريد بول ومواطنه سائق ساوبر نيكو هالكنبرغ المراكز الخمس الاولى. أما المفاجأة الأكبر فكانت بحلول كل من الألماني نيكو روزبرغ سيئ مرسيدس والإسباني فرناندو ألونزو سيئ فيراري بالمركزين الأخيرين بعد ما اختاروا إجراء التجارب بالإطارات الآسي أو هارد كومباوند يلي تعد أبطأ من غيرها. محليا نظم اتحاد ألعاب القوى عشا كرم فيه رئيسه السابق وأبرز الأبطال يلي برزوا بالموسم الماضي. كرم اتحاد العاب القوى رئيسه السابق الامير عبد الله شهاب والابطال والبطلات اللي برزوا العام الماضي برعايه معالي وزير الشباب والرياضه فيصل كرامي ممثلا بالاستاذ ياسر العبوشي ورئيس اللجنه الاولمبيه جان همام والمدير العام لوزاره الشباب والرياضه زيد خيامي ورئيس اتحاد العاب القوى رولان سعاده وكامل الاعضاء الحاليين والسابقين.
وألقى رئيس الاتحاد كلمة تحدث فيها عن مميزات لعبة ألعاب القوى وهي التحدي والقوة والإرادة، مشيدا بالمزايا اللي بيتمتع فيها الأمير عبدالله شهابي اللي أمضى 38 سنة على رأس الاتحاد، آمنا أنه يتم عزف النشيد الوطني اللبناني بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة عام 2016 بالبرازيل. بعدها هنأ عبوش الأبطال والبطلات اللي سجلوا نتائج محليا وخارجيا، وألقى شهاب كلمة أكد فيها أنه ألعاب القوى نحو مستقبل واعد لأنه الهرم الإداري والفني أصبح ثابت وعلى قاعدة ثابتة أيضا. هذا كان كل شيء بسبار لبيروت اليوم، برجع لكم. شكرا ساندرين.